خطوة مهمة للحفاظ على أطفال مصر واللي هم يعني القوام الأساسي والرئيسي لبناء هذا الوطن. ويمكن سيادة الرئيس دايما بيتحدث عن الأطفال وعدم ضياع حقوق الأطفال، ويمكن النهاردة شفنا حديثه الهام جدا أن وقت الخلاف الأطفال هم اللي بيدفعوا ثمن هذا الخلاف. ومن هنا نتحدث عن صندوق لدعم الأسر المصرية، وإلى أي مدى سيكون هذا الصندوق صمام أمان لهؤلاء الأطفال أثناء أوقات الخلاف. دلوقتي تنضم لنا على التليفون نائبة سلاف درويش، عضو مجلس النواب ورئيسة لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية. مساء الخير على حضرتك يا فندم. ويعني ينظر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأطفال بعين الاعتبار وحقوقهم وعدم ضياع حقوقهم أثناء الخلافات الأسرية، إلى أي مدى حضرتك بتشوفي هذا الصندوق هيكون صمام أمان لهؤلاء الأطفال أثناء الخلافات؟ أولا مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. أنا شايفة إن ده بداية اهتمام أكثر توسعا برغم اهتمام الدولة المصرية بالأطفال في خلال الفترة السابقة كلها الخمس سنوات السابقين، لكن المرة دي النظرة للعدالة المجتمعية، نظرة للأطفال بالذات في الأسر اللي أكثر مشاكل فيها موجودة واللي بيحصل فيها انهيار للأسرة، وقبل انهيار للأسرة يجب انهيار للطفل. شايفة إن هي مهمة جدا ومرحلة هتكون مؤثرة. أنا ببص بقى من وجهة نظري للدول العربية جميعا إن هي لازم تشوف الحالة المصرية ومدى اهتمام الدولة المصرية بالأسر دي، لأن من وجهة نظري إن قليل جدا اللي بدأوا في الدول العربية يبصوا لبعض الأسر اللي بتدمر، وبعد ما بتدمر بيكون اساس الدمار فيها بيكون الاطفال. صحيح. للاسف الشديد ما حدش بص للنقطه دي كتير، وما حدش خد باله مدى وعدد الاطفال اللي بيدمروا بعد خلاف الازواج، وبعد الولاد ما بيبتدوا ما فيش حد بيصرف، ما حدش بيأثر، ما حدش بيتكلم على مشاكلهم، ما حدش بيقول هل الولاد كملوا تعليمهم، هل ما كملوش، هل تم تسريبهم في الشوارع، هل أصبحوا معقدين نفسيا لعدم وجود العائل اللي يعينهم في خلال المرحلة أو المرحلة الانتقالية لحياتهم الجديدة بعد الخلافات. كل ده أصبحت الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية بتنظر ليها بعين الاعتبار إن هي لازم تكفلهم بشكل يليق بولاد مصر زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح. طيب سيادة النائبة، بمذا يتكفل هذا الصندوق؟ هل احنا بنتكلم عن مصاريف الأبناء أثناء فترة الخلاف أو ماذا؟ هو الصندوق قائم على أساس أنه بيقوم بسداد المصروفات خلال الفترة الانتقالية اللي بين الزوج والزوجة، وبتبقى قائمة على الخلاف سواء كان بقى كان هيكون في هناك أواضي بينهم وبين بعض، والحين الحكم لها بالنفقة اللي بتستطيع من خلالها أنها تصرف على أولادها أو تعنت الطرفين بعدم الصرف على الأبناء في خلال هذه المرحلة. بيتكفل هذا الصندوق بالصرف على هؤلاء الأطفال، وبيتكفل أفضل أنه بيحاول مساعدتهم المرحلة دي لحين إنهاء الأزمة اللي موجودة بين الزوجين. ده اللي بيقوم عليه الصندوق في ده لغايه دلوقتي في صدور القانون او مناقشته تحت قبه البرلمان. دي الرؤيه الطموحه لهذا الصندوق. وقوام المساهمه في الصندوق انه الدوله تساهم بمثل ما يساهم المتزوجون. هو قرار طبعا قوي جدا، لكن كان هناك مليار فانا هدفع قدهم، الدوله المصريه تدفع قدهم. وطبعا هو تم توجيه برضو ان في هناك مبالغ مديون بها صندوق البنك ناصر ووزاره التضامن نظرا لتكفلها لبعض الحالات من هذه الحالات اللي موجوده في المجتمع المصري، وانه يجب استمرار في تخطيط هذه الحالات والتوسع فيها ايضا حتى على اساس ان انا اضمن جيل قادم صالح، جيل يفيد المجتمع ككل. فده في حد ذاته بدايه مهمه جدا، بدايه هتاثر على المجتمع ككل. على فكره اي واحد بيدفع اي حاجه بيحمي نفسه وبيحمي المجتمع كاملا من اطفال مشردين او مرضى نفسيين او لديهم مشاكل مش نفسيه بس، او ان هم اصبحوا في الشارع او اصبحوا مش متعلمين، على الاقل ياخد نسبه معينه من التعليم عشان يقدر يفيد المجتمع ككل. صحيح. انا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده النائبه سلاف درويش، عضو مجلس النواب ورئيسه لجنه المراه بمنظمه العمل العربيه.